بس بالظبط كده بالظبط. طب في أسئلة تانية؟ عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل ايه؟ ماشي. طب بس خد بالك من حاجة. احنا اتفضل لا احنا ما عملناش كده. مش احنا قلنا لا، احنا قلنا اللي احنا عملناه دلوقتي ان لو الكيس دي حصلت هو بيضرب، تمام، وقلنا ده ايرور، طلع ايرور، تمام. انا ممكن انا بقول له، انا عشان اوريكم شكل جمله التعب، تعالى خلينا كده على السريع كده، ولو على السريع لو انا جيت قلت له لا ارجع كده مثلا، قلت له انا مش عايز اطلع ايرور ولا حاجه، انا عايز اعدي، لكن اللي هيزيد بالمنظر ده انا مش عايز اعدي، مش هخليه يحصل لي ايه، تمام كده. فانا مثلا هقوم جاي ايه، هقوم جاي اقول له ان انا عاوز مثلا لو حصل وان في حد اكتر من 3 اضعاف، قلنا مثلا عايزين نخلي المرتب بتاعه اللي هو المرتب اللي هيبقى عليه الدور اللي هو الجديد، يعني اقصد النيو سالري، يعني يرجع يبقى قيمه اقل من كده، يرجع لاصله مثلا، يرجع لاصل القيمه بتاعته، تمام؟ يبقى البيس سالري. وعاوز في الالس يمشي الحال، يبقى انا مش هريز ايرور، يبقى انا في الحاله دي مش هعمل ايه؟ مش هريز ايرور، مش هضرب انا، لا هخلي لما يجي يعمل ابديت على السالري ذات نفسه، تمام، يرجع السالري ايه، يرجع السالري على القيمه القديمه مثلا، لو ده اللوجيك احنا بنفكر فيه، والناس التانيه تعدي وتحصل لها ابديت عادي مثلا. ده حل، هل ده حل بالنسبه لكم كويس ولا انتوا عايزين تفكروا ازاي؟ تمام. قاعد احنا اللوجيك بتاعنا اللي احنا قايلين له كده، هو مش انت لو عندك اللوجيك بيمنع الضعف اكتب ان ما ينفعش يكون اكتر، ما ينفعش يبقى الضعف. طب لو اللوجيك بتاعك بيقول انه ما ينفعش مثلا اكتر من 20,000 ايا كان هو مين، خلاص حط الكونديشن، انا ماليش دعوه، فاهمني ازاي؟ انت الكود موجود معاك وانت اللي بتحط اللوجيك اللي انت عايزه، تمام؟ فانت اللي بتقول له انا موافق على حاجه معينه ومش معدي الباقي او العكس. دي بترجع لمين؟ بترجع للوجيك اللي انت بتبنيه، يعني ترجع للوجيك اللي انت بتبنيه، مش يعني ملوش دعوه الماي سيكوال بجد، تمام؟ تمام ماشي. اما الميتنج خلاص الوقت بتاعي يخلص، هسيب الفيديو واخد تسجيل. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول زمايلنا كانوا عايزين يعملوا ايه؟ كانوا عايزين نعمل التريجر ده لما يكون 3 اضعاف، لما يكون 3 اضعاف يرجع السالري ما يتقبضش، لكن الباقي يحصل له ايه؟ يحصل له ابديت عادي. فقلنا احنا لازم عشان نعمل حاجه زي كده ما نعملش ريز للايرور، يعني ما نطلعش ايرور، ما نطلعش خطا، لان لما نطلع خطا خلاص الجمل فيه ايرور فالدنيا هتقف. فنعمل ايه؟ فبقول له اقفل من النيو سالري اكبر من الاولد سالري في 3، يعني اكتر من 3 اضعاف. في الحاله دي هقول له سيت، خلي النيو سالري يساوي هو الاولد مثلا سالري مثلا، تمام؟ سيت النيو سالري هو الاولد سالري. طبعا مش لازم احط الس هنا، مش لازم احط الس، ان الس مفهومه خالص. ليه؟ لان
هنا ما فيش ريز ايرور ولا اي حاجه، ما فيش اخطاء ولا اي كلام من ده، تمام؟ فانا هاخد الجمله كده ونجرب اللي احنا قلنا عليه ده، وتعالى نغير الديليمتر ده، نقول له دروب تريجر اكزيست اسمه كذا كذا، وبعد كده كريت. ماشي خلاص، قال لي انا عملت دروب للتريجر وكريت التريجر الجديد ده. وتعالى نعيد تاني تشغيل جمله الابديت اللي كانت عامله لنا ازمه، صح؟ اللي هي ال 40000. بس تخيل ان احنا كان عندنا تيتشرز، الاولاني ده 20000 اهو، ما كانش حصل له ابديت، ده مستر، والتاني ده كان 4000، ده اللي المفروض يترفض وده المفروض يعدي، صح كده؟ فقلت له ابديت، قلت له جو، قال لي اولا اول حاجه قال لي 1 رو افكتد، صح؟ ما قاليش 2. هو دي بالكم معايا ولا مش سامعيني ولا ايه؟ الناس رهيب. خلاص دي اول حاجه، اروح على التيتشر، تمام. رحت على التيتشر رقم 10 لقيت ايه؟ 40000. رحت على العدد اللي هو كان 4000 لقيته زي ما هو، ايه؟ زي ما هو 4000. رفض عمليه الايه؟ التعديل للماكس لاعلى من كده، لاعلى من كده، تمام؟ وصلت كده؟ طيب كل حاجة حصلت اهي. احنا ما كناش بنسيب الاولد والنيو. احنا ما كناش بنسيب الاولد والنيو. صح؟ لو رجعنا للتريجر كده، احنا ما كناش عاملين كده، احنا ما كناش عاملين كده، احنا لو كنا عاملين كده كان الراجل هيقول لا ليه؟ احنا كل اللي عاملينه كنا بنسيب بس لما يجي يعمل انسيرت، اسف، لما كان بيعمل الابديت على التيتشر كنا بنعمل انسيرت احنا في التيبل اللي اسمه تيتشر اوديت، كنا بنسيب بس دول، كنا بنخلي بنسيب النيم والسالري، ما بقولوش بقى الاولد والنيو، كنا ممكن نعمل ده، كنا ممكن نزود هنا نقول له مثلا ايه الاولد سالري، بس كده معناه ان احنا في التيبل بتاعنا هنخلي في حاجه اسمها الاولد ايه؟ الاولد سالري، وبالتالي هيبقى عندنا حاجه كمان اسمها الايه؟ اكيد اسمها النيو سالري ولا ايه؟ يعني احنا هنخزن الاولد من غير ما نخزن النيو، صح؟ يبقى نضطر جايين هنا ونقول له والله احنا محتاجين، ما عشان كده بقول لكم هو فكره لازم يتفتح، لانك لازم تفهمه وانت تشوف انت عايز تستخدم ايه. انت عايز ماليش دعوه دي قصه ثانيه. اللي هي ايه؟ لسه ايه؟ لا دي قصه ثانيه. دي انت كده انت عايز تعمل تيبل ثاني، عايز تحتفظ بيه بالسالري هيستوري سالري، وتعمل له تيبل فيه كل تاريخ كان على درجه، كان على درجه وظيفيه ايه، والتاريخ القديم كان ايه، والتاريخ الجديد كان ايه، والسنه القديم كان ايه والسنه الجديد. ودي ممكن تعملها ده هيبقى ليها بروسيجر، يعني اللي هو بيخش بيضيف القديم والجديد وكان ايه وبقى ايه والكلام ده كله، وبيظبط التيبل الثاني. فدي ليها يعني حاجه كده. لكن احنا سيبنا هنا، لو احنا عايزين نزود قلنا زودنا الاولد سالري والنيو سالري، صح؟ وممكن ماشي ما ينفعش تعملها انت. طيب ليه؟ طيب ليه ما يعرفش الفكره بقى؟ يعني مثلا انا ممكن ازود لك حاجه، ربنا يبارك لك يا مثبتات، بس ما بتثبتش، مش مشكله. المهم احنا طبعا ممكن نقول ممكن نحط اليوزر، كان في حد طلب انا مش عارف اليوزر الابديتد، بس ما حدش دخلني في اليوزرز دلوقتي، لان هنخش بقى في انواع يوزرز وبتاع والبريفليجز والكلام ده التفاصيل. لكن مجرد بس اليوزر ابديتد ممكن نخليه
هنضطر نعرف له مثلا قبل الانسيرت هنا مثلا على سبيل المثال نعرف له مثلا الديكلير الابديت يوزر صح، وده مثلا بار كاركتر على 20 صح، وممكن اقول له ايه طبعا مثلا الفيو يوزر ست بقى عشان تمشي ست اليوزر بيساوي او ممكن نعملها بالعكس سيلكت على طول سيلكت سيلكت عندنا اليوزر انا اتذكر كده. طب نجربها كده معلش انا ممكن نجربها لوحديها على طول، هي سيلكت يوزر هتجيب لي اليوزر داخل تمام مظبوط جابت لي اليوزر اهو، بس هي دي اللي احنا محتاجينها سيلكت اليوزر بس. وطبعا بعد كده لما ناخد اليوزرز هي هتابديت نفسها اوتوماتيك يعني بالظبط. فاحنا ممكن نقول له سيلكت اليوزر الفتره من غير اصلا فاريبلز وتستاهل كده نشوف. خلي الفاريبل دلوقتي لو مشيتش معانا على طول مباشره هنا يبقى هنحطه جوه نعمل له نحطه جوه الفاريبل وبعد كده نستخدم الفاريبل تمام لو مشيتش معانا تمام. بس احنا زودنا التيبل وزودنا مظبوط ولا في اي حاجه منسيه؟ حاجه ثانيه طبعا عايزين تعملوها ولا ايه؟ عشان انا مش هنرجع نجربه ثاني. طيب تعالى ايه، طب بس هندروب كده هنضيع الداتا القديمه مش مهم، احنا يعني البيانات بالنسبه لنا احنا بنتست احنا مش فارق معانا الكلام ده. ايوه يا عم ماشي تمام عملنا التبل الجديد. تعالى نعمل الايه التريجر كذلك صح. لا احنا لازم نعمل دروب للتريجر، كان هيقول ان هو ايه اوريدي اكزيست. دروب ات ماشي بقى قلنا بقى تاني بالكاريتون في ايرور عملت ديكلير وما استخدمتوش ومش عارف ايه وعشان كمان هيبقى في اكتر من سيمي كولون كده مضطرين بقى نعمل الديليمتر ومش الديليمتر فاهمني. طالما في اكتر من سيمي كولون مكان احنا كنا مستغلين التريجر ده عشان هو وان ستيتمنت واخدين بالكم، ولا عملنا بيجن ولا اند ولا بتاع ده، هو تريجر على السريع كده هو وان ستيتمنت على جمله انسيرت وخلصنا يعني. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي سيلكت يوزر دي مش عجباني. قلت له حقك احنا اصلا شاكين فيها صح؟ طيب نعمله بقى بيجن نرجع السطر اللي احنا مسحناه نعمل بيجن نعمل اند صح؟ و هذا ممكن نقول الديفولت تقول الديفولت كذا قيمته على طول ماشي ماشي مفيش مشكلة بس ثواني وبترجع تاني ان شاء الله يعني. قلت له هنا الايه اليو يوزر اهو عشان بس يبقى واضح اما نشوف كده بس هيشتغل معانا ولا لا. وبعد كده نقول له الديليمتر بتاعنا دول عن كده دول تمام. يعني شرحناهم بالتفصيل والله واخدنا فيهم وقت كتير. هقول لك يعني بس خليني بس ايه اظبط الجمله واشتغل واشرحها لك عشان بس ابقى مركز فيها ماشي؟ ماشي انا بس ايه تظبط معايا وبعد كده اقول لك يعني ايه الديليمتر دي وليه بنعملها كده والكلام. بسم الله بس تمام.
تمام ايه؟ تمام انا هنا عملت ايه؟ الجمله ظبطتها كده، قلت له create trigger before teacher update before update، وقلت له on teacher و for each وكل حاجه، قلت له begin، عرفت ال u user variable سميته u user، وعملت select ال user حطيته into ال u user. تمام فكده ايه، جبت جمله select وحطيتها جوه ال u user زي ما كنا بنعمل في التريجر والفانكشن. بعد كده قلت له insert into بقى، وتمشي الايه insert. تمام الديليمتر يعني ايه؟ مشكلتنا لما المره الاولى ما كناش عاملين حاجه اسمها ديليمتر، المره الثانيه عملنا ديليمتر ليه؟ لان الجمله هنا بقى اكتر من امر. الكرييت تريجر اللي قدامنا دي بقى عندك ادي امر اخره سيمي كولون صح، وادي امر اخره سيمي كولون، وادي كمان امر اخره ايه سيمي كولون. بطبيعه الحال ان الاس كيو ال الامر بتاعها بيجيب السيمي كولون، ده الطبيعي الامر بتاعها بيجيب السيمي كولون. فلما هتقابل الاس كيو ال السيمي كولون الاولى هتاخد الحته دي كده على بعضها وتحاول تنفذها. هقول لك كرييت تريجر بيجن وامر ديكلير وبوم على طول. ليه؟ هقول لك فين الاند وفين مش عارف ايه، الجمله مش مظبوطه. ليه؟ لان الجمله مش كامله، لان هو استغبى ومع اول سيمي كولون افترض ان انت خلصت. افتكر ان انت ايه؟ فهمتها؟ افتكر ان انت خلصت، فخد لغايه اول سيمي كولون موقف. فطبعا وبعد كده هيجي ياخد امر ثاني، مش هياخد امر ثاني، هو عمل ايرور وخلاص وقف. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعرفه ان الديليمتر يعني المحدد اللي بناء عليه الجمله هتنتهي. فبقول المحدد اللي بناء عليه الجمله هتنتهي هو شرطتين، او هو علامتين مثلا دولار ساين مثلا، او اي رمز يكون غريب. يعني ما تجيبليش رمز يكون مستخدم وتقول لي هو ده، يعني استخدم اي رمز غريب. ما تجيبليش قوس وتقول لي الديليمتر بتاع القوس، يعني خلاص اول قوس هيقابله زي اللي هو اول قوس قفله هيقابله اللي هو ده هيفتكر ان انت خلصت. فاهمني؟ فانت لا، اختار رمز يكون ايه غريب، يعني شرطتين، علامتين دولار، علامه هاش، بحيث يبقى ايه؟ ما بتجيش معاك في الكود. فمثلا انا عرفت الديليمتر بتاع علامه هاش. خلاص. يبقى هو يقعد ينفذ الكود لغايه اول ما يلاقي الهاش يفهم ان انت خلصت الامر، فياخد الامر كله على بعضه. ياخد الامر كله على ايه؟ على بعضه. وصلت؟ فدي ايه فكره الايه؟ فكره الديليمتر. تعال نجرب ال طب نجرب الجمله ونساله عشان هنساها ان احنا كنا بنعمل ايه اصلا. احنا عندنا ان التيتشر اوديت ده فاضي دلوقتي صح؟ لان ده جديد. فقلت له انا عايز اخش على التيتشر ده كان 40,000، قلت له لا يا عم هم 20,000 رجعوا اصلا. قال لي في عندك ايرور يوزر ابديت مش نسيته في الكولومز بتاعت التيبل. قلت لكم ايه؟ احنا ممكن يقول احنا كنا عاملين هنا نيو سالري، اليوزر ابديت ما حطيناهوش. صحيح يوزر ابديت صح؟ ماشي عنده حق. طبعا ضرب معناها ان التريجر فاير صح؟ زي الامر ده كده اللي كنا بنسال على الديليمتر، الامر ده هيضرب، الامر ده هينفذ ايه؟ ده امرين صح؟ عملت جو، المفروض ان هو يبقى عنده مشكله عشان كده بيطلع لي رساله، انا ما كنتش واخد بالك من الرساله، هو بيقول لي خد بالك ده كده في هيبقى احسن عندك مشكله ان دول امرين مش امر واحد. تمام؟ فدي حاجه مش معتاده يعني. مش مظبوطه يعني، المفروض ان نغير التليمتر. فعلى العموم قلت له او بس هو مشاها ليه؟ لان كل امر فعلا منفصل. كل امر فعلا الدروب منفصل عن السيت. على العموم انا بس رجعت زودت اليوزر ابديت. تعال عند التيتشر ابو 20,000 طبعا عشان عمل ريز ايرور، لان ده الطبيعي بتاع الماي سيكوال، لانها مش كومبايلر شغاله انتربريتر. فلما طلع ايرور ما قالش الجدول مش موجود فعمل جمله الابديت، ما عملش. عشان كده لما احنا عملنا له ايه؟ لما حبينا نطلع له ايرور كان بيقف صح ولا ايه؟ لما يضرب ايرور ما بيكملش. تمام؟ فقلت له 20
20,000، قال لي تمام وان رو افكتد. تعالى بقى نروح على تيتشر اوديت، قال رقم 10 محمود حسين كان 40,000 ده الاولد بقى 20,000، والترانزاكشن دي كانت فين ومين اللي عمل العمليه دي ودي ايه؟ اه بالظبط كده تمام. فده اللي احنا كنا عاوزينه تمام كده. بس ادوني بقى كنت عايز اقول ايه بس كده بالنسبه لكم التريجر كده. طبعا التريجر كده فكرته كفكره لسه طبعا في شويه افكار ثانيه كتير، بس كفكره وضحت هو يعني احنا نقصد ايه او طريقه عمله ايه او بيعمل ايه، ولا لسه في اي مشاكل؟